وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الخبير في شؤون بلوشستان فيصل البلوشي. سيد فيصل، ما هي قراءتك للانتهاكات التي يمارسها النظام الإيراني ضد البلوش في إقليم بلوشستان على الحدود بين باكستان وإيران؟ مساكم الله بالخير وأشكركم على اللقاء الرائع، والله يطول عمر الشيخ حمد بن خليفة والشيخ ناصر والشيخ خالد الله يحفظهم. نعم حمد بن عيسى، نشكركم على اللقاء الرائع. وبلوشستان هي بلد محتل منذ 80 عام، جيش العدل تمكنت قتل 11 جندي من الحرس الثوري الإيراني. نعم. وقتلت في حين أعلنت الحرس الثوري الإيراني قتلت 3 من جنود الحرس الثوري، وفي الحقيقة قتلت 11 جندي من الحرس الثوري الإيراني. والمتظاهرات الشعب البلوشي في لندن زي حركة بلوشستان الحرة، نعم، حربية أرمني وغيرها في أمام السفارة الصينية ضد المشروع التي ضافت إيران الصين وعدة دول من ضمنها قطر متواجدة في هذه المشروع. نعم. طيب فيصل، ما هي المطالب التي يسعى الشعب البلوشي إلى تحقيقها، وكيف هي استجابة المنظمات الحقوقية بشأن هذه القضية؟ منذ 10 سنوات اختطفت أكثر من 20,000 بلوشي على يد قوات الاحتلال. للأسف لا أمم المتحدة لا دول العالم من شأن قضية بلوشستان المحتلة، قضية إنسانية وقضية ليس مصلحية بالمصلحة أو السياسية، قضية إنسانية. اعتقلت 20,000 بلوشي، إذا اعتقلت شخصا في الدولة العربية أو في الدولة الإنجليزية يكون ضجة، ولكن حول قضية بلوشستان لا يوجد أي نظر، في حين الأمم المتحدة تغلق الملفات البلوش. وأنا شخصيا أواجه تهديدات من قبل الاحتلال في حين أتحدث حول بلوشستان المحتلة. نعم. إذن من الرياض الخبير في شؤون بلوشستان فيصل البلوشي، شكرا لك.